شبكة حلول التنمية المستدامة هي شبكة مستقلة عالمية التي تحشد الخبرة العلمية والتقنية من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز اهتمامها بالمسائل التالية: التنمية الاقتصادية بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع، الاندماج الاجتماعي، الاستدامة البيئية، الحكم الرشيد بما في ذلك السلام والأمن. في هذا السياق تشجع SDSN على السعي لتحقيق 17 هدفاً للتنمية المستدامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمت الموافقة على هذه الأهداف من قبل 193 دولة عضوة في سبتمبر 2015. من أجل تحقيق مهمتها تركز أنشطة SDSN على البحوث التطبيقية على الحلول العملية للتنمية المستدامة، ترقية وتنفيذ SDGs، التعليم من أجل التنمية المستدامة بما فيه الدورات التدريبية على الإنترنت المفتوحة العمومية والمقدمة من موقع sdsn.edu، وهي قاعدة منسقة تعليمية لSDSN. SDSN هي عبارة عن شبكة مكونة من المراكز الوطنية والإقليمية. SDSN البحر الأبيض المتوسط هي الشبكة الإقليمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لـ SDSN، ويتم تنسيق أنشطتها من قبل جامعة سيينا التي تأسست في عام 1240، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم. SDSN البحر الأبيض المتوسط تدعم التعاون والأنشطة البحثية المشتركة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، الجامعات والشركات. تشجع على تطوير حلول عملية لمسائل الاستدامة ذات صلة بمستقبل المنطقة. تساهم في إعداد مؤشرات SDG لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. تشجع التواصل بين مراكز البحوث ونشر أدوات تعليم SDSN.edu في أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط والبرمجة المشتركة الأوروبية المتوسطية في سياق تخطيط الأنشطة في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، Plastic Busters هو المشروع الذي يهدف إلى مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط. اكتشفنا ووصفنا وجود قطع بلاستيكية صغيرة الحجم وآثار القمامة البحرية على الكائنات الحارسة، وبناء على ذلك تم تحديد عدد من المناطق الحساسة، وحيث تستخدم هذه البيانات لوضع إجراءات وقائية تصحيحية وملموسة لزيادة الاستيعاب لدى المهتمين والشعور الزائد لأهمية هذه القضايا.